مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثالث المتوسط. بعدنا بالوحدة الثالثة وصلنا إلى lesson 4 إلى الدرس الرابع. If we didn't have any spiders، إذا لم يكن لدينا أي عناكب. والموضوع المهم في هذا lesson هو if الشرطية بالحالة الثانية. بالبداية راح نقرأ هنا شوية نشرح وبعدين ننتقل إلى الشرح. زين، if بعدين الجملة اللي وراها تأتي ماضي بسيط، وبعدين الجملة الأخرى تكون would وراها infinitive يعني base يعني مصدر خالي من أي إضافة. خلينا نأخذ مثال. If we didn't have any spiders، إذا ما كان عندنا أي spiders، وهنا الماضي في حالة النفي. أوكي؟ didn't have هي بالأصل we had، نفيناها صارت we didn't have. we would have، انتبهوا لي على الود، وبعدين وراها have infinitive مصدر خالي من اي اضافه. if they were more mosquitoes، اذا كان هناك المزيد من المسكيتوز الذباب، we would get more bites، راح نحصل او راح سوف نحصل على مزيد من العض، يعني عضات البق. اوكي، فانتبهوا هنا هذا النوع الثاني من الباست سمبل من الماضي البسيط. تعالوا ننتقل إلى شرح الموضوع. أنا شارحته أيضا باللسن السابق بالدرس السابق، لكن أيضا راح نشرحها مرة ثانية وننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك. تعالوا خلينا ننتقل إلى F الشرطية في حالة ثانية. الحالة الثانية هي second conditional، بها أيضا بمعنى F تربط بين جملتين، لكن الجملة هاي الجملة جملة فعل الشرط تكون ماضي بسيط، والأخرى مكان will تكون would وبعدين فعل بيس. يعني خلينا نأخذ مثال الماضي البسيط she he it تأخذ فعل أما be دي أو be ed. أكو بعض الأفعال تأخذ was، مثلا هنا there were، أو ممكن أقول there was. اوكي، هاي حاله من حالات الماضي البسيط. زين، مثلا راح اعطيكم مثال I was a student، اني كنت طالب، فهاي الواز دلاله على الماضي واز، وبعدين وراها يجي مفعول به. زين، I played football، انتبهوا الفعل هنا بايدي، اذا هاي الجمله حاله للماضي، وايضا هاي الجمله حاله للماضي. I went to park، ذهبت إلى park ما أو to the park. أيضا هذا فعل شاذ، أصله go حولته إلى went بالماضي. زين، بعد عندي they we you، أيضا فعل بإيدي أو إيدي bd او ed، او ياخذ فعل where، مثلا هنا they were students، هما كانوا طلاب، هاي في حالة الماضي they تاخذ where. ايضا هنا they played football، هما لعبوا كرة قدم، they went to the park، هما ذهبوا الى البارك. اذا هذا هو الماضي البسيط بشكل مختصر. زين، الجملة الاخرى تكون would وبعدين فعل بيس، يعني فاعل would وبعدين فعل بيس. تعالوا خلينا ناخذ مثال ايضا شرح الماضي البسيط بالتفصيل الممل راح تلقوه بقائمة تشغيل الثالث. اذا ما لقيتوها بالثالث فانا شرحتها بالاول وبالثاني متوسط. if people lived longer، اذا الناس lived longer يعيشون أطول، the population would increase، نسبة السكان راح تزيد. انتبهوا لي هنا أنا lived ضفت دي الفعل صار ماضي. الجملة الأخرى راح تكون فاعل هياته، بعدين would وبعدين فعل base، نفس المثال اللي أخذناه بالحالة السابقة. if I had money، لو كان عندي فلوس I would buy a new car، هاي حالة من حالات الماضي باستخدام had،
الماضي مال have had. I had money يعني عندي مال. I would buy كنت راح اشتري سيارة. ف would بعدين فعل base. زين بعد عندي if there were no spiders لو كان ماكو عناكب there would be more mosquitoes كان رح يكون هناك الكثير من المسكيتوز البق. ف there اخذت would وبعدين be حسب القاعدة. انا مدى اجيب شيء من جيبي كله بالقاعدة. if the internet disappeared اذا اختفى الانترنت انتبهوا disappeared ماضي وهاي الجملة would بعدين بي البي هو فعل مصدر يعني بمعنى راح يكون بار راح يكون الموضوع ممل. زين تعالوا خلينا ناخذ مثال. I have enough money I buy a new car. سووها بالحالة الثانية. if I had enough money تبهوا قلبت الهاف إلى هاد بالماضي وهنا جبت الود من جيبي بعدين نزلت الفعل باي لحسب القاعدة آني طبقت would وبعدين فعل base. if she study harder she would pass her exam. correct تبهو إذا هو ما ذاكر حالة if الشرطية يعني هو ما قال لكم أنا أريدها الأولى أو الثانية أو الثالثة أو عندنا حتى حالة صفر ايش راح تسوون؟ راح تباعون على الجملة راح تشوفون لابد يعطيكم أما الجملة الأولى صحيحة أو الجملة الثانية يعطيكم بالشكل الصحيح. يعني شلون؟ هنا أنا would وبعدين pass يعني أي حالة يعني الحالة الثانية. احنا مو أخذنا بالقاعدة إنه هاي الحالة الثانية فهو معطيكم هاي صحيحة أريد من عندكم هاي. إذا هاي would buy إذا هاي شنو لازم تكون ماضي ف I had قلبت الهاف إلى had فقط بهالسهولة ماكو شيء معقد بهالسهولة. if she study harder she would pass the exam إذا درست harder she would pass the exam راح تعبر الامتحان. correct بس أباو إحنا أنا would pass إذا هاي بالماضي صارت استديد. انتبهوا لي إنه أنا قلبت الواي إلى آي وضفت إيدي ليش؟ لأن قبل الواي إجا حرف صحيح فلازم أقلب الواي إلى آي. if I live in London إذا عشت في لندن I visit Oxford University. correct الجملة الأولى صحيحة في حالة الماضي إذا الجملة الثانية تكون فاعل would وبعدين ال visit بعدين الفعل اللي هو أصلا مطيق لكم فيصير الجملة I would visit Oxford University راح أزور جامعة Oxford. انتقلنا إلى تمارين الأكتيفيتي بوك موجودة بصفحة 46 من كتاب النشاط. choose the correct answer to complete each sentence. A. If there was no spiders in the world إذا لم يكن هناك أي عناكب في العالم كريم فراغ هبي would be سوف يكون سعيد. انتبهوا لي would بعدين وراها فعل base جبنا be بمعنى سيكون سعيد. زين هو معطيني خيارات طبعا أول ثانيين فأني اختاريت الأول. ليش ما اختاريت الثاني؟ لأنه هو رح يكون سعيد يعني من المعلومات اللي مطيها لنا بالكتاب يقول إنه هو ما يحب السبايدرز. if there was no spiders إذا لم يكن هناك عناكب there would be more mosquitoes رح يكون هناك الكثير من المسكيتوز بمعنى البعوض أو البق. if there was no mosquitoes in the world إذا ماكو mosquitoes يعني بق أو بعوض في العالم fewer people would get ill الناس قليلين سوف يمرضون. هنا أنا أيضا معاني أوكي هاي المعلومات دي نجيبها من كتاب الطالب. if fewer people got ill إذا الناس يعني ناس قليلين مرضى there would be fewer diseases in the world سوف يكون هناك القليل من الأمراض في العالم.
ايضا هنا there بعدين would وبعدين فعل base يعني خالي من اضافه وتكمله الجمله. شوفوا هنا مو بس قواعد، انا اعتمد على المعلومات اللي اخذتها من كتاب الطالب. if there were fewer disease اذا كان هناك القليل من الامراض in the world بالعالم people would live longer الناس راح يعيشون اطول and healthier lives وحياه افضل. زين انا بدي اختار وفق مثل ما قلت لكم المعاني والمعلومات اللي اخذتها من كتاب الطالب. زين تعالوا الى تمرين اخر موجود بصفحه 46 هو التمرين الثاني. match the beginning and ending to make second conditional sentences. اريد من عندي اوصل البدايات بالنهايات حتى اسوي اف الشرطيه بالحاله الثانيه. اوكي second يعني الثانيه، conditional يعني اف الشرطيه في حاله ثانيه. if صلاح had lots of money اذا صلاح ملك الكثير من المال راح اربطها ويا 3 his house would have a swimming pool بيته راح يكون بحوض سباحه. جمال would start his own business جمال كان سيبدا البزنس مالته الخاص به. 5 if he had lots of money لو كان عنده فلوس كان بدا البزنس مالته. فانا راح اعتمد على المعاني شن اوصل الجمل وايضا على القواعد. يعني شوفوا هنا اف الشرطيه ممكن تاتي في نصف الجمله وهاي الجمله ماضي وهاي الجمله ود وبعدين فعل بيس. لا تنسون قبل الود اكو فاعل. اف جمال ميد لوتس اوف ماني فروم هيز بزنس اذا جمال سوى فلوس من البزنس مالته هي ود جو اون هوليداي اراوند ذا وورلد سوف يذهب بعطله حول العالم. If I was Salah's friends, إذا كنت صديق صلاح, he would take me on a holiday too. كان سيأخذني إلى الهوليدي للعطلة أيضا. صلاح would live in Jamal's house. صلاح سوف يعيش في بيت جمال. رح نربطها مع two. If Jamal went abroad to work. إذا جمال ذهب abroad يعني خارج البلد to work للعمل. معاني جمل جاهزة وكاملة قواعديا حسب المعاني آني ربطت الجمل. انتقلنا إلى صفحة 47 عندنا تمرين calmly the second conditional sentences with the correct form of the verbs in practice. أكمل بإف الشرطية الحالة الثانية بشكل الصحيح يعني قواعد. زين هو محدد اي اف شرطية اللي قلنا احنا الثانية. if I had انتبهوا هاي الجملة راح تكون الجملة الاولى ماضي فالهاف ماضيها had lots of money I would buy الجملة الثانية فاعل would وبعدين الفعل فانتوا الود تجيبوها من جيبكم اوكي حسب القاعدة وبعدين الفعل هو مطيق لكم buy ينزل buy. If I saw see ماضيها saw a bear إذا شفت دب I stand شو تصير تصير I would stand يعني نمسح هاي الستاند فتصير would stand still and not make it angry أبقى ما أتحرك and not make it angry حتى ما أسوي عصبي. زين if we were quicker لو كنا أسرع فالبي تقلب إلى وير ليش؟ لأن البي مصدر ماضيها أما was أو were فباعتبار أنا عندي we فتاخذ where تذكرون الحالة مع الماضي البسيط في حالة ال was وال where we would win would win the running race سوف نفوز بسباق الركض لو كنا أسرع كان فزنا بسباق الركض. If I grew grew بمعنى نمت الماضي مال grow grew wings لو تنمو عندي wings أجنحة I would fly كنت سوف أطير around the world حول العالم فانتبهوا هنا عندي would وبعدين fly أكو واحدة ما حليناها if I
didn't play. شوفوا لي ليش خليت هنا أنا didn't play. هنا عندي بالماضي لكن نفي، فالنفي I تاخد didn't وبعدين الفعل. أوكي نفي بالماضي، وهنا أنا I would play basketball سوف ألعب basketball. وصلنا إلى F. If I didn't use أيضا هنا أنا عندي نفي لكن وين؟ بالماضي. ف didn't use my phone every day إذا ما استخدمت تلفوني كل يومية I would get bored راح يصير عندي ملل بسرعة. ف would بعدين الفعل get، هو يعطيكم الفعل بس تجيبون ال would بنعتكم. If I bought a new video game إذا اشتريت فيديو جيم I would let my brother play it. I would بعدين let، فهنا الجملة ماضي by ماضيها bought وهنا أنا would بعدين الفعل let. هذا فقط التمرين. انتقلنا إلى صفحة 47 تمرين الرابع. عندنا finish these sentences أكمل ذن الجمل make them true for you سويها صحيحة بالنسبة إليك. عندنا A B C D E F G هو حال A B C، أريد من عندي أكمل الباقي. خلينا نشوف شلون حالهن. A spider on my desk now، هناك spider عنكبوت على الرحلة مالتي الآن. If there was a spider on my desk now، لو كان أكو عنكبوت على الرحلة مالتي I would scream and run home، كنت سوف أصرخ وأركض للبيت. انتبهوا لي أنا هنا أنا حطيت if الشرطية وسويت جملة اعتيادية if there was بالماضي إذا كان هناك spider عنكبوت، استخدمت there was لأنه يجي وراها مفرد، there was يجي وراها مفرد. وانتبهوا أكو هنا أنا عندي a spider يعني أداة تنكير. والجملة الثانية I would scream كنت سوف أصرخ and run home، هنا يتعتمد على المعاني وشوية قواعد، فاعل would وبعدين فعل تكملة الجملة. My friend had a pet monkey، صديقي عنده monkey قرد، pet بمعنى أليف. If my friend had a pet monkey، لو كان عند صديقي monkey أليف يعني قرد أليف I would love it and play with it، كنت راح أحبه وألعب معه. We didn't have air conditioning، ما كان عندنا مكيف هواء. If we didn't have air conditioning، لو ما كان عندنا مكيف هواء we would be very hot during summer، كنا راح نكون محترين طوال السمر. زين هسه خلينا نجي على الجملة. We didn't have cards، احنا ما عندنا cards. هسه هاي الجملة بالماضي تصير if we didn't have cards، إذا لم يكن لدينا كارتات we wouldn't be able to play card games، كان ما استطعنا أن نلعب لعبة الورق. هاي الجملة كلها جبتها من جيبي، معاني استنتجتها. We didn't have plants، ما عندنا plants بمعنى نباتات. If we didn't have plants، لو ما كان عندنا نباتات the environment would be less green and oxygen levels would be lower. Environment يعني مقصد الطبيعة المحيط سوف يكون أقل خضار والأكسجين أو مستوى الأكسجين level يعني مستوى سوف يكون أقل. زين هنا قد هذا الطرف يختلف من شخص إلى آخر حسب الفكرة اللي موجودة بعقل الشخص اللي دي يكتب الجملة. People ate less meat. If people ate less meat، إذا الناس أكلت لحم أقل it would have positive effect on health، رح يكون إلى نتائج إيجابية على الصحة and the environment والبيئة. I didn't have to go to school. If I didn't have to go to school، لو لم يكن علي الذهاب إلى المدرسة I would have more free time for other activities، لكان لدي وقت أكثر حتى أسوي نشاطات. اللي أريده من عندكم فقط قواعد، يعني هنا نصح أكو معاني حتى يدربكم شلون يسوون جمل ويعلمكم، لكن دائما هو إف الشرطية
يجيبها قواعديا، يعني ما يخليكم انتو تخلقون جملة كاملة، يقول لكم بس صححوا الأفعال. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا لكم وانتظروني في درس جديد.